السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إليكم أهم الأخبار. أول تعليق برلماني على سحب حكومة السوداني 9 قوانين من مجلس النواب العراقي. علقت اللجنة القانونية البرلمانية اليوم الثلاثاء على قرار مجلس الوزراء بسحب عدد من القوانين من مجلس النواب العراقي. وقال عضو اللجنة عارف الحمامي لبغداد اليوم إن سحب القوانين من قبل مجلس الوزراء حكومة السوداني إجراء دستوري وقانوني، خصوصا أن هذه القوانين مرسلة من قبل الحكومة السابقة، والحكومة الحالية لها رؤية خاصة تختلف عن السابقة. وبين الحمامي أن حكومة السودان تعتزم إجراء تعديلات على القوانين التي تم سحبها من البرلمان وفق ما جاء في المنهاج الحكومي، خصوصا أن هناك قوانين عليها ملاحظات حتى من قبل البرلمان، وربما بعض القوانين لن ترسلها الحكومة مجددا كونها لا تطابق من منهاجها، وهذا الأمر متروك لها. وأوصى مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء مجلس النواب بسحب 9 قوانين. أدناه نص التوصية إلى مجلس النواب بحسب الآتي: أولا، سحب مشروع قانون معالجات التجاوزات السكنية الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء 288 لسنة 2017. ثانيا، سحب مشروع قانون مجلس الأعمار الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء 377 لسنة 2019. ثالثا، سحب قائمة السفراء. رابعا، تخويل السيد رئيس مجلس الوزراء صلاحية سحب مشاريع القوانين من مجلس النواب. خامسا، سحب مشروع قانون تعديل قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997. سادسا، سحب قانون التعديل الأول لقانون شركة النفط الوطنية العراقية رقم 4 لسنة 2018. سابعا، سحب قانون خدمة العلم. ثامنا، سحب مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الطرق العامة رقم 35 لسنة 2002. تاسعا، سحب مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي.